واللي تهدد انها هي الاولى وتهدد انها تبى تنفصل اذا بياخذ، يعني هو ياس يعلمها بالثانيه، ولا اذا بتاخذ الثانيه انا اللي بخليك، انا 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 اللي انا اللي بطلب، انا اللي بطلب الطلاق، انا 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 زين، انا اباها الاولى واحبها وابا الثانيه واحبها، ليش تبى الاولى تطلع؟ عشان يعني شو اسوي؟ هو طبيعي يا اخوي، شعور طبيعي. انت محتاج انك وقت اكثر انك تقنع زوجتك، وانا احيي فيك صراحه انك انت واضح، لان هذا الزواج الصح، هذا الزواج الصح يا جماعه. انا ياسا اتكلم من منظور شرع، زواج الصح انه ما يكون بالسر، بالذات الزواج الثاني. واذا هي درت افضل بكثير، واذا هي رضت هني انت قدرت انك انت توصل للي تباه. فانا اقول لك خذ وقتك معاها واقنعها بالهدوء. انا جتني استشارة مرة رايلها كان صريح وياها، انا بتزوج، انا احب فلانة بصراحة، وهي عاقلة الحرمة وايد وتحب زوجها حب وتحب الحياة معاه، وزعلت شوي. هني هي جتني شو اسوي شو اسوي، قلت لها انت شو حاسة؟ قالت لي انا اقدر اكمل ما عندي اي مشكلة. قلت لها، قالت لي بس ليش هالقهر؟ قلت لها طبعا قهر، يعني طبيعي المرأة عاطفة، المرأة ليش الرجل يقدر ياخذ ثنتين وثلاث؟ الله واربع، الله عطاه خصلة انه يقدر يحب الاربعة كل وحدة لسبب. المرأة ليست كذلك، المرأة العاطفة موجهة، لذلك عطاها رجل فقط. فالإنسان يجب انه يكون عاقل، مايا لا ترمسين في شيء لو استوالك ما تقدرين تسوين. نعم كلامكم صح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لذلك أنا اللي استوى معاي ما قال لي خليك، يعني الله رحمني بصراحة، هو اختار. يعني ياسا أقول لك عشان لا حد يقول لي بعدين أنت ياسا تكلمين، لا أنا أقول لك أنا ما أقدر. وسبحان الله، الله أعطاني الشيء اللي أقدر عليه، فالله يعينك ويعينك يا أخوي. وترى طلبك يعني مو بهين ولكن مش مستحيل، وفيه في اللي يرضى، وايدين فيه على فكرة، وايدين بعد أنا أعرفهم شخصيا، وناس ما شاء الله عوائل ساكنين في نفس الحوي، بيت بيت، عيالهم يلعبون مع بعض، هو هني ثلاثة أيام هني ثلاثة أيام، الأمور طيبة، يوم مع ربعة عايش الحياة. الله يوفقك، لا تزعلون. سلام.